انا مش قلت لك اول ما نحط رجلنا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقولك ايه، كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظيلي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني، لان ده لو حصل هقتلك. حاضر. انا اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسف والله. هقتلك. بس انا ترجمت الموضوع في منت وقلت لها رايح فرح، بس كهربت ام يا طاعون زي ما تكون عكشتني مع واحده. جاك طاعون يا ابني يا كبداكي، ده انت طلعت كتكوت يا جدع. الله، طب ما تفكك منها بدل ما هي مربيه لك الهلع كده. يا طاعون يا طاعون، اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل. اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل. امال يبقى ايه؟ جد شويري؟ انا عارف بقى ايه الحكمه الغلط دي. طب انا اروح اشوف الشغل بقى. الشغل؟ مش عارف انا ايه حبك بسن المعاشات ده هنا، كنت اشغلك بقى في دار الامل بدل الكباريه ده. الدلع يا هيما. انت منورانا على فكره. تمام. الو. مساء الخير يا ابله. مساء النور يا سكر. طمنين عليك، انت عامله ايه دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله. بقول لك يا ابله، انا ربنا كرمني واشتغلت على عربيه كبداكي، ومش عايز اقول لك بقى القشه معدن والحمد لله. طب كويس يا سكر، ربنا معاك. بقول لك يا ابله، وشويه كده ان شاء الله وهجيب امي ونيجي لاخوك الاستاذ فواز. ان شاء الله يا سكر. بقول لك وانا ممكن اطلب من حضرتك حاجه بس بعد اذنك؟ ممكن يعني اكلمك من حين الاخر؟ معلش يا سكر مش هينفع، خلينا كده احسن لحد ما تعرف تيجي الفواز. حتى أبلة ما استخسرها في المكالمة. أبلة معلش يا سوك عشان خاطري. ماشي أبلة، أنا آسف يا أبلة أني كلمتك. سلام يا أبلة. مع السلامة يا سوك. أنا هاخد قميصين النوم دول وهديك 20 جنيه والباقي على 6 شهور، بس أنت تستاهلي معانا شوية. 6 شهور إيه؟ إحنا قلنا القسط على شهرين وقطعة واحدة بس، هي واحدة. طب اسمعي، ما تسمعيش كلام النسوان دول، دول ياكلوا مال النبي. انت جايه تتنصح علينا ولا يا ست سندس؟ يا اختي وما تنصحش ليه؟ ها؟ عايزه تلبسي المشخلع والملمع وما تدفعيش. السلام عليكم. امشي. التليفون بيرن. خدي ردي. يا حلاوه يا ولاد. هاي يا بابي. هايدي يا حبيبتي، طمنيني يا روحي، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، يعني هكون عامله ايه؟ هايدي وبعدين؟ سكي نفسك بقى، اجمدي. ظروف وتحطينا فيها، لازم نستحملها. ما انا مستحمله يعني، هو انا قدامي حاجه تانيه اعملها؟ يا اختي احمدي ربنا قولي الحمد لله، غيرك مش لاقي لقمه ولا هدمه يلبسها. انا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي اهو، وبيقول انه عاوز يودي الورق للمحامي الكبير اللي هو يعرفه، ونعمل له توكيل بتاريخ قديم. قول لها ده متخصص في قضايا الاموال العامه. ششت. انا بسالك رايك انت يا حبيبتي، خصوصا بعد ما تاكدنا ان نادر ده ملوش اي علاقه بالراجل الجبان ابو نجوان ده. المهم ما عرفتوش ايه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده؟ ما رضيش يفتح بقه من غير ما ياخد فلوس، فانا يعني قلت نستنى شويه لحد ما نشوف المحامي الجديد ده هيقول ايه، فانا قلت ناخد رايك الاول. ايه رايك نروح له؟ وانا شعرفني يا بابي، والله العظيم انا مش عارفه، انت شوف ايه الصح واعمله، والمهم تخرجني من الكابوس ده باي شكل. حاضر يا حبيبتي، المهم بس انت خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابي، باي باي. خلاص ما تكتبهوليش كله، اكتب لي نص البيت. هو انا صبري معاك طول السنين دي كلها يعني ملوش تمن؟ الله، واحده غيري كانت راحت عملت لك قضيه خلع واتجوزت عيل صغير في سنها يجيب لها العيل اللي بتتمناه من الدنيا. تمن ايه يا ست ناوره واللي انت عايزاه؟ وانا ماجرك من شارع الهرم عشان تقولي لي تمن؟ ما انت متجوزه ومتستته واكله شاربه نايمه وعامله نفسك السفيره عزيزه قدام نسوان الحته كلها، ايه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتب لي وما تكتبليش؟ الله، واشمعنى يعني كنت هتكتبه للبت الواقعه؟ ولا كمني يعني بنت اصول وما شرطتش عليك اول ما اتجوزنا؟ ولا انا اكبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف على الجاهز؟ من الاخر يا ست نوال،
مش هكتب لك بلاطه من الشقه. عيشي بقى وما تخربيش على نفسك. انا نازل اشوف شغلي بدل المرار اللي انت معيشانه فيه ليل ونهار. اعوذ بالله. بقى كده يا سلومه؟ ماشي يانا يانت. صباح الفل يا ابو السوخي عندليب. صباح العسل. اصحى منطقه شاعر مصر اهو. الوراق امبابه كيكات منوره نجم. بقول لك ايه، انا اول مره اشوفك واقف مكان كبداكي. اكل العيش بقى يا نجم، انما قول لي انت مختفي فين يعني؟ مشاغل بقى. بقول لك ايه، ظروفني نص سجق ونص كبده. انما قول لي قبل السجق والكبده كده اخبار الفن ايه؟ يا عم بطلت الكلام ده خلاص، بقيت شغال مندوب مبيعات في شركه منظفات، بلف على البيوت ابيع منظفات وبكسب اكتر. عايز اكل. اخلص. هقول لك حاجه، نظافه برضو. بقول لك يا نجم، ما ترجع تاني الملاعب يا نجم ونعمل دويتو انا وانت استاذ. انت تكتب استاذ وانا لحن وغني. قلت يا عم دويتو انا ايه؟ قلت لك ما بيأكلش عيش. الظروف دي سندوتشات. اقول لك حاجه، ادي العيش اهو. بص يا استاذ، انت تكتب كوبليه استاذ، تظروفني الكوبليه. ايوه. اديك واحد سجق. ايوه. تديني بقى الاغنيه. ايوه. اديك واحد كبده. قلت يا استاذ. يا عم لاجل النبي، وقعت الشعر بقى كمان مكمل الغذاء. اظروفني واخلص. هو يا استاذ استنى استنى استنى. الو. صباح الخير يا سوكا. صباح الخير يا ابله، وحشاني يا ابله. سوكا انا محتاجه لك في خدمه. امريني يا ابله. الحاجه انتصار تعبانه قوي، وانا محتاجه اروح لها البيت اطمن عليها، بس جوزها راجل ناقص قوي وطردني المره اللي فاتت، وانا مضيت لها التقرير من المستشفى، بس هو محتاج يتمضي من الوزاره. ده انا تحت امرك، ده انت تأمريني. انا هديك عنوان بيتها يا سوكا، وقابلني تحت نطلع سوا. طب بقول لك ايه، ما عدى عليكي في المستشفى ونروح انا وانت. لا يا سوكا مش هينفع، وانا لولا محتاجه لك ما كنتش كلمتك. ماشي يا ابله، ثواني واجيلك يا ابله. جود باي. بص يا شيخ جاسم، بص حضرتك معايا دلوقتي، شحنه السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو، ده من غير الشحن والنقل. ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده، الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان. لو الكلام ده مش عاجبكم وانتوا اللي هتتكلفوا النقل والشحن، ادوني بس ال 2 مليون يورو ثمن شحنه السكر. بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنه يتحملها الشيخ جاسم وحده. هذا طبيعي، سبحان الله. في طبعا انا هسلمك الشحنه سليمه. خلاص يبقى انا انتهى دوري. ما انت عايز مني ايه تاني؟ الله، ما ترد يا شيخ جاسم. لا لا اسمع يا اخ مروان، مو معقوله انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنه واتحمل نقل الشحنه بعد وادفع زياده؟ لا لا هذا وايد وايد. الله، طب انا هسلمك الشحنه هنا. الله، بيعها هنا يا يبا. هني مو محتاجين سكر، احنا محتاجين السكر حق مصر. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، يعني انت عايز نعمل ايه؟ هو انا هكسب من وراك كام يعني لما اضحي بنص مليون يورو؟ انا مش فاهم بصراحه. لا لا انا اقول لك، انا قاعد اقول لك هذا المبلغ كبير كبير وايد. حتى اسال الست نجوان، انت ايش رايك؟ ما تقولين شيء؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم. بص يا مروان، خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خاطر بقى يا حبيبي. يا عيني عليك، سكر والله العظيم سكر. بقك ينقط عسل. انت تأمرني يا شيخ جاسم. الامر لله، تسلمي. شفيك سكت يا مروان، ما تتكلم، قول حاجه. لا مش عارف اقول لك يا شيخ جاسم، انت زي ما بيقولوا في مصر مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. دخلت لي من نقطه ضعف. نجوان بعرفش ارفض لها طلب. خلاص متفقين احنا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. احنا الحين انا وياك كنا ضحكنا عليه. مالك؟ ابدا ماليش. من ساعه ما جينا ما بتتكلمش تقريبا. يمكن ما فيش حاجه اقولها. هو انت لسه بتفكر في نجوان يا نادر؟ للاسف في حاجات ما ينفعش ما نفكرش فيها. زعلان عليها؟ زعلان من نفسي ان انا زعلان عليها. سيبك مني يا ساره، على فكره بقى انت ما قلتليش اي حاجه عن نفسك. هتكرهني لو عرفتني. ليه بتقولي كده يا ساره؟ على فكره انا ما بحبكيش عشان اكرهك. وبعدين انا اتعلمت من شغلي ان انا ما اخدش موقف من الانسان اللي قدامي علشان اعرف اتعامل مع القضيه بتاعته بحياد. انا بابا وماما طول عمرهم بره مصر، اتنين دكاترة كبار نقلوا في كل بلد شوية، وطبعا معهم فلوس كتير، فمفيش حد فيهم فضيلي ولا فضي يعرف حاجة عني أصلا. رجعت قعدت في الفيلا بتاعتنا 3 سنين لوحدي يا نادر. يا
حبيت ابن خالتي وحبني، كنا هنتجوز لحد ما جت واحدة صاحبتي خلتني أجرب الكوكايين، حبيته وما اعتبرتوش إدمان، يعني اعتبرته حاجة حلوة، قلت إيه المشكلة بدل ما معايا فلوسه طول الوقت زي اللي بيشربوا سجاير كده. طبعاً ابن خالتك أول ما عرف مسابك. يا ريت كان سابني، كتر ما كان بيحبني كان بيحب يشاركني في كل حاجة أنا بعملها، لدرجة إنه كان بيضرب حاجات أنا نفسي ما أعرفش حاجة عنها. يا دي نيلة، يعني أدمن هو كمان؟ للأسف. كنا قاعدين مرة في الشقة اللي هنتجوز فيها و... معرفش كان ضارب إيه ولا عامل إيه وزود شوية، وفجأة لقيته ميت في حضني. أوبس، عملت إيه؟ مسحت أي أثر ممكن يكون ليا في البيت ونزلت جري. طبعا خالتي وجوزها كلموني وبقيتش عارفة أقول لهم إيه، قلت لهم ما شفتوش ولا أعرف حاجة عنه. المهم بعد أسبوع الجيران شموا ريحته، طلعوا كسروا البيت مع البوليس، اكتشفوا إنه ميت أوفر دوز. يا ساتر. ولحد النهاردة مفيش أي حد يعرف إن أنا اللي كنت معاه يا نادر، ولا إني بشم أصلا إلا واحد بس. مين ده؟ هقولك. ما هي أقوالك في الاتهام المقدم ضدك من المواطن هندي زكي محمود الشهير بهندي مقصات؟ بيتهمك فيها إن أنت سرقت عربيته التيوتا الميكروباص، لوحات معدنية ح ميم ت، سيارة رقم 345 مرور الزاوية. أنا يا باشا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رد على السؤال. أرد أقول إيه يا باشا؟ أنا أساساً معيش رخص السواقة وما بعرفش أسوق، هسرق عربية ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وأنت بتسوق عربيته يوم الأربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل. أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، أصل أنا حضرتك طالب في كلية الزراعة والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش الـ 12 دي أبداً أبداً. أنت لسه طالب؟ مع إن شكلك سنك كبير يعني. أصل أنا مريت بظروف عائلية وحشة قوي، والدي توفى وأنا بدرس وزعلت عليه قوي فترة، أصل أنا كنت مرتبط بيه جد الله يرحمه، بس أنا إن شاء الله هتخرج زي ما وعدته بإذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعال تعال تعال. نعم. تعال هنا. نعم نعم. فين عندي؟ فين هنا؟ ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. اه عايزه كام يا حبيبتي؟ ها انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع؟ وماله وماله حبيبتي، نقبض بس وبعد كده نتكلم. الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي اوكي. بقول لك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ ابله هاجر، ربنا يخلينا ابله هاجر، خلصت لك الجواب على نفذة الدوله وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك امضه الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهه، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانه وهي قاعده، بدل ما هي مزروعه كده وعماله تقول عايزه ادفع عايزه ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، أنا أعرف دكتور في الوزارة وهخليه إن شاء الله يخلص لك الورق بسرعة، وتقومي بألف سلامة إن شاء الله. ما تبطلي الوحبة يا ولية، بواصلي دماغ المتكلفة، كانت الداهية وأنت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا إيه؟ إيه ده؟
انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا ابو زي الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاكي تطفحوا. اوعي يا بنت. خلاص يا سوكا. انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. عشان خاطري يلا بينا يلا. والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لا كنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفه منه قوي يا نيجي، ومحتاجه حد قوي يحميني. انا حاسه ان القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومه دي. انتي قلتيلي انك ما قلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحده صاحبتي زمان ساعه ما حصل الموضوع ده، بس ما اعرفش حاجه عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بص يا ساره، انا عايزك تثقي فيا. انا هقولك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتيلي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انسى باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوكا الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله، ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انت اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطل البقرة. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفه اسمع الغنوة منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت الست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوريا؟ عاوزه منك يا حصر، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبه؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شويه. ملكان؟ الحقي الحقي ردي. اوام الو. مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله. لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بأمرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي.
ابدا والله. انت صعبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه، كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. خيب بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا مسوك، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. آه أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو أساس اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي ادرب اي حد أمبحة. انا علي زي الجبال. اوعى اطرخ يمين. الله، هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بيحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ لا مش انا قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي على الصبح. سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت شعرفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص، البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا يلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من يسوى اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا براهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطم، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فن انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحة يا متر، هو ورا القضية كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجأ لمحامي تاني. انا محترم وأقدر صراحتكم، بس دي قضية صعبة، انا محتاج شوية وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتأخرنا؟ انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمة شوية. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتوا لي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدجي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر ياض، ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا؟ طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السودا سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور،
ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. انس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيمه؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعدل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ ايه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضية نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جدة هامدة هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. واخري انت الثانية. اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى، حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها هتوصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمنيش، انت بتسوي علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان. لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين؟ فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاس تاني بسرعة.
شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخده على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقت ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده، وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك. واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع، بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط.